السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الثوري، إذ تنامى الصراع بين أحزاب السلطة وميليشياتها المسلحة بشأن توزير أتباعها وضمان مكاسبها بالتزامن مع ازدياد الرفض الشعبي لمرشحي تلك الأحزاب ومكلفها محمد توفيق علاوي، وهو ما يفسر إصرار الكتل السياسية على إنهاء التظاهرات بأي شكل كان بعد أن عجزت عن حرف مسار الثورة لصالحها. لمناقشة هذا الموضوع ومحاور أخرى مشاهدينا، نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا، حياكم الله. لا مرحبا، حياك الله. وسيكون أيضا معنا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات وحيد عقيل الناشر، نرحب به. مرحبا بك سيد وحيد عقيل. نبدأ مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه السلسلة من المتابعة الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين، ومعنا هاتفيا من الناصرية سيد وحيد عقيل الناشر، الناشط في تظاهرات ثورة تشرين. مرحبا بك سيد وحيد معنا. مرحبا بك، حياك الله. حياك الله. إذا استشهاد متظاهر وإصابة آخرين برصاص القوات الحكومية في مدينة الناصرية، يعني لو تصف لنا بداية هذه الأحداث وكيف قرأتم الهدف من هجوم القوات الحكومية عليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء كان الهدف هو تسقيط سلمي بحث بعيدا عن أي عنف أو أي تجاوز عن الممتلكات العامة أو الخاصة اللي أشارت إليها المرجعية الرشيدة. حراكات الناصرية واتحاداتها وأدبائها وطلابها وبالأخص عماد الثورة قلبة الجامعات قرروا أنه أمس يكون تصعيد سلمي من خلال الاعتصام الطوعي اللي هم جاي يقولون عليه اعتصام إجباري. هو اعتصام طوعي من قبل طلاب الجامعات. وياد نعم. طيب، بدل الاعتصام من خلال طلاب جامعات بيطار. كل الجامعات باستثناء جامعة العين اللي هي معروفة تابعة بالشراكة المحافظ السابق المالكي. جامعة العين. جامعة العين وجامعة مزايا الأهلية. هم الجامعتين أهلية. طيب. تعرف زيقات في المدينة البسيطة والمدينة الصغيرة مثل نقول احنا. عدة جامعات استنادا الى هذا الامر، الموت الطلاب لابد ان يكون موت يعني ضخم. بين ليله وضحاها اصبح شوارع الناصريه ضج بالسائرين الطلبه اصحاب القمصان البيض اللي اجوا باعتصام طوعي اضراب طوعي عن الدوام. الرفض لعدة امور منها ركوب الموجه من بعض الجهات الميليشياويه من احنا توصيف محمد توفيق علاوي فرضا عشان موقفه من الشعب وهواي امور التجاوزات والانتهاكات اللي صارت على ساحه الحبوبي وبالاخص قانون الانتخابات المصوب، يعني مع الاسف طيب. بعض الغش قانون الانتخابات هذا. صار الاعتصام كل شوارع الناصريه اصبحت الضج بالسائري. اليوم لما تكون جامعه على طريق معين فلابد ان تمر بها، يعني هذا المعروف. جامعه العين على طريق رئيسي، طريق مرور المعتصمين. وياك؟ نعم. اللي موجودين بالجامعه حاولوا يبينون للعالم ان المعتصمين اللي جايين لغرض حرق الجامعه، بينما هو الحقيقي المعتصمين يمرون من خلال الجامعه ساحه الحبوبي، لان موقع الجامعه على طريق يؤدي الى ساحه الحبوبي. هذا اللي معروف، تقدر ان تشوف مدينه الناصر وموقع الجامعه من خلال الانترنت عارفين لكل شيء. طبعا ما ادرى لك بعض المندسين موجودين تقدموا بصوب الجامعه، ومثل ما ذكرت لك
وجهتهم كانت الحقوق من الجامعه، ما من المعقول طالب جامعي رتبه دوري يروح يخرج جامعه، من المستحيل. الأنمي اللي موجودين بالجامعه حاولوا يتعرضوا له، طبعا الأنمي لا عسكري لا تابع للجامعه، مجرد اشخاص موجودين بالجامعه. واجهوا المعتصمين برد عنيف بالرصاص الحج. بعض الموجودين يقول احنا تهور او مندسين او غيره، قالوا ردا عن التجاوز صار نطلعهم من الجامعه. اللي موجودين اللي فاهمين واصحاب العقول النيره بالدقيقه سووا محيط بشري على الجامعه لغرض حمايته من اي تجاوز. نعم. فاهم علي؟ نعم. بعدين؟ بعدين. الفيديوهات اللي تثبت ان الطلاب الجامعيين حموا الجامعه من اي تجاوز وما صار اي تجاوز عليهم، لكن بالمقابل ما اكتفوا بهذا التصرف، كان رد بالرصاص الحي. واللي معروف مثل ما ذكرت في بدايه الحديث، الجامعه تابعه بالشراكه للمحافظ السابق ونوري تماما. يعني من الوارد جدا يكون بها نفس حزبي بحت. لذلك اللي رد اليوم اللي كان على متظاهرين ناصرية وبالاخص طلبه الجامعات كان رد قاسي قاتل، ادى الى وقوع 3 جرحى بالرصاص الحي وشهيد. شهيد واحد وثلاثة جرحى. نعم. نعم. طيب ايضا سعود اليك سيد وحيد، ارجو ان تبقى معي. دكتور رافع، قبل ان يعني نبدا بتصريحات السيد مقتدى الصدر الاخيره، كيف تعلق على احداث الناصريه التي رواها قبل قليل بشيء من التفصيل ناشط في تظاهرات وحيد عقيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اللي رواه الاخ روايه منطقيه وصحيحه، يعني وهو يوضح حتى مكان الجامعة جغرافيا على الطريق المؤدي إلى ساحة الحبوبي، والتظاهرات يعني تسير بهذا الاتجاه إلى ساحة الحبوبي. فوجودهم بالقرب من هذه الجامعة خاصة هذه، يعني حدد منه الجهات اللي منشئة هذه الجامعة، فكان هناك استعداد لمواجهة المتظاهرين من دون أن يمسوا بالجامعة، وهذا متوقع جدا. يعني هناك جهات كثيرة وجهات سياسية، كل الطبقة السياسية وكل أحزابه وكل ميليشياته مستعدة لتشويه صورة التظاهرات بأي طريقة، ومستعدة للنيل من التظاهرات ومواجهة التظاهرات في أي لحظة. هذه حقيقة. فلذلك اللي يرويه هو الحقيقة والواقع، يعني بشكل واضح، ويقول لك هذه إثباتات، والآن يتحدث على الهواء. يعني الناس الآن تسمع وتعرف انه هذا الطريق اللي تمر به التظاهرات. مرور التظاهرات من هذا الطريق خلى الحرس الجامعي لهذه الجامعه يتعرضوا للمتظاهرين، وبالتالي تجي القوات الامنيه تضرب الرصاص الحي وتسقط بحجه انه انتم جايين لحرق الجامعه او للاعتداء على الجامعه، بالرغم من كل المحاولات التي ذكرها لحمايه المتظاهرين. والمتظاهرين غالبيتهم من الطلبه ومن طلاب جامعه من جامعات اخرى، فلماذا يعتدون على هذه الجامعه وكلهم يعني طالعين طوعيا؟ ما يحتاج انه ولم تشهد التظاهرات من بدايتها لحد اليوم مجاميع معينه من المتظاهرين تذهب الى الجامعات لتحثهم على الخروج او لتجبرهم على الخروج، لم يحصل هذا. هذا يحصل في بيانات القوى السياسيه والميليشياويه تذكر دائما لغرض تأليب الرأي العام على المتظاهرين، هذه الحقيقه. لكن واقع الحال لم يحصل في يوم من الايام طوال هذه الآن دخلنا بالشهر الخامس أن ذهبت في أي محافظة من المحافظات، في الناصرية، في البصرة، في بغداد، في أي، لم تذهب مجاميع من المتظاهرين إلى الجامعات لتجبر طلاب الجامعات على الخروج إلى التظاهرات. هذه كذبة كبيرة. هذه استفزتهم قوة هذه المجاميع الكبيرة، هذه الأمواج الكبيرة من الطلبة الجامعيين اللي رافضين الدوام ويبحثون عن وطن، وقالوا يعني لا دراسة إذا ماكو وطن. هذه مستفزتهم جدا، هذه الأعداد الكبيرة. وتعرف جدا، يعني قلناها أكثر من مرة، عتاد الثورات هم الطلبة. هم عتاد الثورات الأساسي، وهم زخم الثورات هذه الطلبة في تاريخ كل الثورات، كل الثورات في العالم. كله، وفي العراق بالذات. هم الشباب، هم اللي معبرين، هم صاحبين الفكر، صاحبين الرأي، الرؤية،
هم أصحاب الحاضر والمستقبل. فلذلك منعهم إيقافهم، لذلك التأكيد كله من الأحزاب والميليشيات عودوا إلى الدراسة، وكأنهم حريصين على الدراسة، حريصين على التعليم، وهم من أسقطوا التعليم في العراق طوال 17 سنة، من كانوا يخصصون حتى بالموازنات ما لا يساوي شيئا بالنسبة للتعليم، فيما يخصصون بالموازنات لأمور أخرى تتعلق بالميليشيات وقواتهم وتخصيصاتهم الخاصة الجزء الأكبر وسفراتهم الجزء الأكبر صحيح. وللتعليم يعني الفتات ولا يساوي شيئا، لذلك لم تبنى جامعة، لم تبنى مدرسة. لحد الآن احنا 12,000 مدرسة نحتاج بالعراق، مدارسنا 9,000 مدرسة طينية وهياكل، طلبة 70 طالب بالصف الواحد إلى 120 طالب بالصف الواحد، ذلك مدارس مستوى التعليم خارج التصنيف دائما نعم وخارج كل التصنيفات للدراسة الجامعية وغيرها، والشهادة العراقية ما أحد الآن يعترف بها. وفي دافوس قالوا يعني عندما سئلوهم لماذا لا تضعون العراق ضمن هذه القائمة، قالوا لأنه ليس في العراق تعليم، وحقيقة في العراق ليس هناك تعليم. طاروا دو أهم الأساتذة ولو قتلوا اعتقلوا له اضطروا إلى الهجرة، وبالتالي الباقين من يدرس الآن بالجامعات ذولا مجاهدين باقين، يعني مشروع للقتل هو، لكن باقي من أجل الطلبة، يعني الغالبية العظمى منهم. والطلبة يعاني الطالب معاناة كبيرة، وعندما يتخرج هو يقعد بالشارع لا وظيفة له، إما أن يروح ينتمي للميليشيات والعصابات أو يجلس على بسطية في الشارع. لذلك دكتور خرج أبناء الناصرية. نعم. ولكن هذه هي الحقيقة. نعم. اللي نستمر مع السيد وحيد عقيل الناشر في الناشط في تظاهرات ثورة تشرين بمدينة الناصرية، يعني أيضا الملاحظة أن هذه الهجمات الأخيرة الحكومية والميليشياوية ازدادت على الناصرية وفي محافظات الجنوب عموما في الآونة الأخيرة، كيف تفسر هذا التصعيد؟ وأيضا يعني ما الإجراءات الاحترازية التي يعني تتخذونها لحماية الساحات والثوار المعتصمين هناك؟ قبل الجواب على السؤال الأستاذ العزيز، تحديدا على الخط ربما الكلام السياسي والشمالي، لكن تحديدا على نقطة معينة، القوات الأمنية الشرطة بالتحديد شرطة في محافظة الضيقاء كانت تستوصل موقف الله إلى تسليط الاحتصام، تفاجأوا برد من جهة غير حكومية تسمية تابعة للجامعة، وأنا بسألة الجامعة بحث الصوت يصلنا متقطعا نوعا ما، سنعود إليك مرة أخرى سيد وحيد. طيب دكتور رافع، نعود إلى تصريحات الصدر في ميثاقه الذي سماه ورقة الإصلاح، ذكر أن على التظاهرات أن تبقى سلمية، ولكن ألا تعتقد أن هناك محاولات مستميتة من الصدر للترويج بأن هذه التظاهرات يعني ليس سلمية؟ بسم الله. يعني مرة أخرى أقول أستاذ نصير، يعني ربما وهذا القول لكل العراقيين، يعني من أعطى السلطة للصدر وغير الصدر لأن يعني يفرض وصايته على الشعب؟ يعني ما هي صفته لكي يفرض وصايته على الشعب بهذه الطريقة؟ لماذا يغرد من قم وليلتزم الشعب ويقول انه، والمضحك يعني المفارقه المضحكه فيها انه يقول انه اي تدخلات خارجيه اي كلام خارجي لا تقبلوه غير مقبول، وهو يغرد لهم من الخارج يجب ان يقبلوه. كلام انت قاعد بالخارج تغرد لهم؟ ثانيا انت شنو صفتك؟ يعني شنو الصفه؟ انت عندك فكرك من يقول الشعب العراقي يقبله؟ انت تفرض على جماعتك واتباعك ماشي قد يقبلوا قد يناقشوا، اذا عندهم عقول خلينا يناقشوا بيناتهم، لكن ان تفرض على كل العراقيين من انت، من الجهه، انت جهه رسميه، انت جهه دوله، انت جهه قانونيه، انت تمثل الرئاسه، تمثل رئاسه الوزراء، تمثل من انت؟ في كل الاحوال انت تقود قوى سياسيه، مجموعه من قوى سياسيه، اذا انت تمثل هذه القوى السياسيه، قد تقترح والشعب يقبل او لا يقبل، هذه قضيته، مؤمنين بالديمقراطيه، فانت تضع ميثاق من 18 نقطه وتريد تفرض على الناس وهو الحق وهو كله باطل، انت تفترض ان الساحات فيها
مندسين وفيها ما اعرف منو وفيها مخربين، مين هاي جبت هالصورة هاي؟ ما انت كنت بالساحات وانت تقول نحن كنا في الساعات. نعم. وتدعون على العالم انه انتم اسستوا ساحات التظاهر، شلون اسستوا ساحات التظاهر؟ وتدعون انكم لم تتحرشوا بالمتظاهرين ولم تقتلوا ولم تهينوا ولم تضربوا ولم تستخدموا السلاح، وكل الفيديوهات وكل الافلام وكل الشهود تثبت عكس ذلك. فبالتالي هذه الميثاق تكتب لهم 18 نقطة، اكتب لهم جماعتك او اقترح على العراقيين ماشي. وشعب العراق يريد يقبلها، يريد يشققها، يريد يناقشك بها، ما يخالف. بس أن تقول هي هاي لو سووها لو احنا ضدكم، لا انت ايش تفرق عن بوش اللي من فسر يعني الرئيس الامريكي بوش اللي احتل العراق فسر الارهاب بالطريقة التالية: من مع امريكا فهو مو ارهابي، من ضد امريكا ومن يخالف الفكر الامريكي فهو ارهابي وهو عدونا. نفس القضية، يوافق على الميثاق هو من عندنا وبينا وهذا ومسالم وخوش آدمي ومتظاهر سلمي واحنا نحتضنه ونحافظ عليه. واللي ما يقبل بها فهو عدونا، وهو ندعو القوى الأمنية أن تتعامل وياه واحنا نتعامل وياه واصحاب القبعات الزرق. هذا كلام غريب عجيب. إذا هذه مو دولة. إذا أنتوا يجب أن تقولوا للناس أنتوا دولة لو مو دولة. أنتوا أسستوا دولة ب 17 سنة لو لا؟ وضعتوا شروط هذه الدولة لو لا؟ والناس تعرف لأنه خرجت في 1 تشرين، لأنه عرفت أنتم أسستوا دولة، أنتم أسستوا عصابات وأفقدتوا كل شيء. وعلى ذكر هذا ال 17 سنة اليوم قرأت يعني تغريدة لمواطن واحد من المغردين، لكن حقيقة ربما استجمع بها واختصر بها كل الوضع، وهو يتحدث مع السلطة وأحزابها. ولذلك سجلتها في هذه الورقة لأقرأها، لأنه فعلاً أنا ما يعني ما عندي علاقة وما أعرف من هو، لكن قرأتها وشفت من لأنه واقع الحال فعلاً، يعني هذه القوى السياسية اللي جاءت من 2003 لحد الآن تحكم العراق، كاتب فيها: جوعتوا الشيعة وجهلتوا مدنهم. وهاي فعلاً هذول يعني قالوا احنا جئنا من اجل مظلومية الشيعة وكذا باعتبارهم احزاب شيعة، هم يتحدثون بهذه اللغة الطائفية. نعم. قالوا وانظر ماذا اعطوا للشيعة، محافظات الجنوب الوسط. نعم. لاحظ لاحظ المدن، لاحظ الفقر، لاحظ البطالة، لاحظ الامراض، لاحظ السوء، لاحظ الخدمات. وكأنه مو عراقيين تعاملوا وياهم، وهي الحقيقة يعني، وكأنه عليهم ضريبة ان يدفعوها لكي يستمروا كالعبيد، لأنه إحنا جايين من أجل الشيعة، وهذه كذبة كبيرة. آي واحدة. وكاتب أيضا: هجرتوا السنة وفلشتوا مدنهم. وهي الحقيقة، خلقتوا هاي الفتنة الطائفية وهذا الفكر الطائفي، والمجتمع كان متصالح مع نفسه، وكنا نعرف وكنا عايشين بالعراق سني وشيعي، ما حد يعرف هاي القضية. وبالسنة والشيعة نفرح سوا ونحزن سوا، من حزننا نقف وياه وهو يقف ويانا، وفرحنا يفرح ويانا ونفرح وياه، وماكو هالقضية. وطلعتوا لنا هاي القضية وبعدين هجرتوا السنة وفلشتوا مدنهم. هاي الحقيقة. عزلتوا الأكراد، يقول بالتغريدة، عزلتوا الأكراد وخليتوهم يدورون انفصال، ما عرفوا يتفاهمون مع يقولون شركانا، لكن وصلوهم إلى الحالة اللي الأكراد الآن وكأنهم في دولة معزولة عن العراق، ليس لهم علاقة، عندهم تمويل يجب أن يوصلهم، وعندهم حدود يجب، وأكو مناطق متخاصم عليها ويريدون يأخذوها، وصوتوا على الانفصال. نعم. ما نجح التصويت، نعم، لكن هم في نيتهم أن ينفصلون ويروحون، وهذا يتحدث عن شعب يعني. صحيح. لا يتحدث عن حكومات. يقول: المسيح ما بقيت منهم إلا اللي يريد يموت عندنا. فعلا كانوا المسيحين أكثر نحو 2 مليون مسيحي، الآن لا يتجاوز عددهم 150,000 مسيحي. هجروا قسراً أغلبهم. من هجرهم؟ وهي القضية. الإزيدية دقيتوا بيهم دقات، والباقين لو انهزم لو بقى لو مات. الصابئة هجرتوهم وعايشين برعب. وبالتالي يوصل إلى نتيجة يسألهم سؤال مهم جداً لكل هذه الأحزاب، من ضمنهم جماعة مقتدى اللي يعني الناس اللي قالوا له شلع قلع واللي قالها وياهم: أنتوا منو؟ وشنو ملتكم؟ وش تريدون من عندنا؟ فعلا سؤال كبير. انتم منو؟ شنو ملتكم؟ وش تريدون من عندنا؟ لا انتم يا الشيعة، لا انتم يا السنة، لا انتم يا الاكراد، لا ويا اليزيدين، لا ويا انتم منو؟ اذا هذا النظام اللي اجى
من 2003 لحد الان بكل قواه وبعمليته السياسيه هذا مدمر للعراق، دمر لهذه البنيه وهذه الثوره كلها. وهذول الشباب اللي طلعوا الحلوين من البصره والناصريه والديوانيه والمثنى وكل مكان وبالنجف وكربلاء وبغداد وكل مكان، ذولا يريدون وطنهم، يريدون يستردون حياتهم، وصلوا الى قناعه انه هؤلاء يعني سرقوا احلام، حتى احلامهم سرقوها، سرقوا حاضرهم ومستقبلهم، يريدون يسترجعوه. فهذه القضيه ويثبتون انهم ثورتهم على حق. وهذا السؤال اللي طرح هذا المغرد من اجمل الاسئله اللي انا شفتها، منو انتم وشنو ملتكم وش تريدون من عندنا؟ يعني والان السؤال هو هذا، مقتضى الصدر شو يريد من الناس؟ يعني يوميا هاي مغردنا هاي التغريده نوبه اني ضد المظاهرات من بدت 1 تشرين رجع قال لا انا مع المظاهرات، دخلوا القبعات الزرق تحميكم، طلعوا القبعات الزرق نظاهر ضدكم، نقتلكم نذبحكم مندسين مخربين ما اعرف منو، نرجع للساحات هسه رح ننسحب، هذا ميثاق، فصلوا البنات عن الولد. انتوا وين تحجون؟ وين بيا عالم؟ انتوا تدرون ايران غرقت العراق مو يدرون، غرقتها بالمخدرات، غرقتها بالدعارة وبغير مصايب كبيرة، وينكم انتوا عن الأخلاق؟ وينكم عن الدين؟ وينكم عن المجتمع هذا النخر بالرشاوي والفساد والخراب والدمار؟ يعني هذا القتل والدماء اللي تسيل هذه ما تهمكم؟ انتوا الآن كل اللي يهمكم فصلوا 4 أشهر لم نشهد تحرشا ببنية واحدة، الشباب يمشون ويا البنات خواتهم حريصين عليهم أكثر من حرصهم على نفسهم، لم نشهد اي تحرش، او بالعكس كانت تطلع البنات من التظاهرات تخطفوها انتم. هذه الحقيقه الان هسه صارت القضيه غير شكل، ما كنتوا انتم بالساحات، مو انتم تقولون عندنا بالساحات، شو ما حكيتوا هذا الحكي. طيب دكتور الان لنعود الى الساحات الى الناصريه. سيد وحيد عقيل ناشر، عسى ان يكون الصوت الان اكثر وضوحا، يعني ما الاجراءات الاحترازيه التي اتخذتموها لحمايه الساحات و الثوار المعتصمين بها من هذه الهجمات المتكررة عليكم؟ دائما عزيز احنا اذا تروح وتجي احنا جهة مدنية مستقلين، ما عندنا غير قطع الشوارع وما لهم من يكون إذن. نعم هذه ردنا اليوم اللي يسوى ما قدرنا نسوي غير شيء غير قطع الشوارع فقط. ضغلت امواج الناس الواضح؟ نعم أسمعك جيد. نعم ألو؟ نعم أسمعك سيد وحيد تفضل. قلت لك الرد اللي عندنا على مهما يصدر منهم أي تصرف، قطع الشوارع، عز الساحة، مثل ما تقول إجراء احترازي، المنحهم من الوصول أن لا تعرف مستوعبين، لازمنا المادرة السنية، لازمنا مثل السنية حاضرين على شرطة مع محاولاتهم الجرنة لرد تكون حربي، الرد اللي يريدون من عندنا رد إرهابي حتى يقدرون يقضوا عليها الثورة اللي ما جاي تقدر تقول. قبل شوية سألت الناصرية ليش أكثر أرضا اللي هي اعتداءات، ذات مرة بأحد النصوص الحربية كتبت أن أكثر المواقع خطرا على العسكرية أكثر أفضل خطر من قبله، هذا الشيء معروف، مش حوار التظاهرات، كنت الناصرية لما منصة التحرير تمت مصادرتها على أيدي معروفة أنا أصبحت عرفة وأصبحت بيانات. نعم للأسف الصوت الصوت غير واضح للأسف. عموما شكرا لك وحيد عقيل الناشر، الناشط في تظاهرات الناصرية. دكتور نعود من جديد، يعني الصدر نصح المتظاهرين بعدم التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، يعني هو متى أصلا حصل أي تعدي خلال هذه، سندخل في 5 أشهر لم يحصل أي تعدي من المتظاهرين على أي يعني نوع من الأملاك الخاصة أو العامة؟ ما هو هذه المستغربة. أنت يعني يعدون سيناريو، هم يعدون سيناريو وينفذوه ويتهمون الآخرين فيه. يعني هذه الحقيقة، لأن أنت خلال أنت دخلت بالشهر الخامس لم تحصل هذه القضايا، لماذا تطالب المتظاهرين بالعدول عنها وهي لم تحصل؟ يعني هذه مثل
في الانبار يعني بعض الشيوخ ذولا اللي تابعين للحكومه ذهبوا الى يعني مركز القضاء الاعلى او المحكمه ما ادري المحكمه بالرمادي طلبوا يصدر قرار ضد الناس فيما لو طلعوا ليكونون كذا وليحجون هم الناس ما طالعه تظاهرات فمن البدايه يقطعون الطريق عليهم ويتهموهم بانه اذا طلعوا لا تسوون كذا ولا تسوون كذا ولا تثيرون هم ما طلعوا هم ما قادرين يطلعون نفس القضيه الان انت دخلت الشهر الخامس ولم يحصل هذا بالعكس كانوا المتظاهرين الاحرص على حمايه كل الممتلكات الخاصه والعامه ولم يتعرضوا لماذا الان تطالبهم بالسلميه وهم مسالمين تطالبهم بعدم التخريب وهم لم يخربوا من خرب ومن اعتدى عليهم هي القوات الامنيه والميليشيات هذا واضح هاي القضيه واضحه وشهدناها وشهدت ايام كثيره وقدموا هؤلاء لانه سلميين قدموا لحد الان اكثر من 1000 شهيد هم يتحدثون الان مراكزهم تتحدث عن نحو 600 شهيد لكن الحقيقه الان فاق 1000 شهيد واكثر من 30,000 يعني بين شهيد وجريح و5000 من عندهم معوقين ومعتقلين ومصايب كبيره من اجل سلميتهم لو كانوا مخربين ولو كانوا مو سلميين لكانوا قد قدموا غير هذه ما لم لا يقدم هذه معركه ما يقدمها جيش ما يقدمها وقدموها هؤلاء بقلوب يعني نظيفه ولم يكونوا يرفعوا الا الرايه العراقيه ما رفعوا غيرها ورفعتوا عليهم العصي والسكاكين وضربتوهم بالقنابل وضربتوهم بالرصاص الحي وحرتوا سويتوا بيهم واعتقلتوهم واذيتوهم حتى اللي اعتقلوه ويطلقون صراحة على حتى الصور شو يسوون به يحلقون له بطريقة مهينة ويصرفون وياه بهانة حتى يهينون كرامته هي هذا المواطن العراقي هذا الإنسان العراقي تعاملون وياه بالطريقة يطلع هايني مزين لمنا ومزين لمنا وما أعرف شنو يقص شواربه ويزين حواجبه كي يضحك عليه هذا المواطن العراقي لأنه طلع يطالب حقوقه تضحك عليه هو هاي نظرتكم للمواطن العراقي والان الصدر دكتور وطالبون الناس ان يرجعون لبيوتهم بعد ما يرجعون نعم والصدر قدموا دم يدعو الان الى تسليم حمايه المتظاهرين الى القوات الامنيه بعد انسحاب ما هي هاي المصيبه انت المصيبه هذه هو من واجه المتظاهرين طوال ذيك الفتره من قتل هاي الشهداء مو هذا القناص والقوى الامنيه ومن ضربهم بالقنابل ما هي القوى الامنيه ما هم وجهين لعمله واحده انت مشكله عندك وقلناها ونقولها اكثر من مره أنت مشكلة عندك في بلد فساد أنت واحد العراق واحد هذه مو شهادتي شهادة الشفافية العالمية وشهادتهم هم يعني قبل يومين كان مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء هذا دكتور مظهر ما أعرف يتحدث عن أموال رهيبة بالمئتين وخمسين 300 مليار دولار في مشاريع وهمية لا أحد يعرف أين هي ذهبت والناس تتحدث عن مبالغ أكثر من 700 مليار أودرت في بالفساد واردات العراق طوال هاي السنوات أكثر من 1 تريليون دولار والعراق في هذا الوضع الفقر عنده يعني بشهادة وزارة التخطيط الحكومية نفسها تقول 38% عراقيين تحت خط الفقر أكثر من 12 مليون يأكلون من المزابل عندك العاطلين عن العمل 6-7 ملايين عاطل عن العمل تسرب من المدارس من كل 10 7 يتسربون أمراض خدمات مفقودة مدارس غير موجودة حاجتك مستشفيات غير موجودة الأمراض تفتك بيه كل شيء يفتك بيه ولا سيادة ولا استقلال هذه طوال سنة وأنت في آخر إحصائية للشفافية العراق من بين 20 دولة الأكثر فسادا في العالم فأنت هذا الفساد اللي 17 سنة ينخر لا يمكن أمام هكذا فساد غول المؤسسة الوحيدة اللي تشتغل والكل يخدموها هي الفساد لا يمكن أن تبني مؤسسات يعني لا يمكن أن تبني تعليم جيد صحة جيدة نظام خدمي جيد أي شيء ما لا تستطيع ولا نظام سياسي ولا نظام أمني ولا عسكري ولا جيد لأن الفساد في كل مكان والعبادي طلع في عهده قال 50,000 فضايع عندنا بالجيش إذا الفساد في كل مكان في كل وإحنا نعرف كنا شلون بنت هذه القوات الأمنية والقوات العسكرية وهاي قوات الدمج وشلون صارت وشلون فلشوا الجيش السابق وشلون
فهذه القوى الأمنية بنيت للسلطة ليست للدولة. هم كانوا يعيبون على الجيش السابق والأنظمة السابقة من تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003، إنها كانت تمتلك جيش وقوى أمنية للسلطة وليست للدولة. طيب أنتوا راح تبنون للدولة، بنوا أجهزة أمنية مو للحكومة فقط لكن لأحزاب، لأحزاب وقوى وميليشيات. فبالتالي هذه واجهتهم لمصالحها بأوامر ميليشياوية. يعني حتى بالنجف، أخذ آخر شيء بالنجف، لماذا يعني قائد شرطة النجف وشرطته ومؤجزة الدولة وأجهزة أمنية، لماذا أمام أعينها ارتكبت الجريمة والقتل وهي واقفة تتفرج؟ في عندما دخلوا إلى جراج السنك دخلت الميليشيات، وين كانت القوى الأمنية؟ ما هي في محيط ساحة التحرير، سهلت خروج الميليشيات، هي التي فتحت الضوء الأخضر لترافيك لايت، دخلت وارتكبت جريمتها 7 ساعات 8 ساعات وهم على جسر السنك القوى الأمنية لم تتدخل. إذن القوى الأمنية متواطئة، هي وجه آخر لهذه العملة الرديئة. أنت تستطيع أن تبني قوى أمنية وقوى عسكرية عندما يكون لديك نظام وطني. تبني القوى الأمنية والقوى العسكرية للدولة وليست للنظام. النظام يذهب لكن الدولة باقية، الشعب باقي، ذولا للشعب، جيش الشعب، قوى الأمنية مال الشعب، تحافظ على أمن الشعب. لذلك إحنا ما عندنا أمن، لأنه مفهوم الأمن بالعراق غايب. هم يتصورون بزيادة الأعداد، خلونا كانوا يعيبون على الأنظمة السابقة انه اعداد العسكر عسكروا المجتمع. ملان عندنا 2.5 مليون عسكري، سويتوا بهم؟ قدرتوا تحققون الامن؟ الامن ليس بعدد الجيش والشرطه. انت تدخل دول الان بالعالم لا تشاهد شرطيا بالشارع، لكن الامن 100%. مفهوم الامن هو انه الدوله تحترم المواطن، حكومات تحترم المواطن وتقدم له للمواطن كل الخدمات وكل الامكانيات، تحترم حياته، تحترم خصوصياته، تحترم نظامه الغذائي، نظامه الصحي، نظامه السياسي، نظام الخدمي، نظام التعليمي، الصحي، كل شيء تحترمه وتوفر له كل خدماته وهي تخدمه وهي موظفة عند الشعب. لذلك الشعب يحترم قوانينها، لكن عندما تكون الحكومة ضد الشعب وتبوقه وتسرقه شلون ممكن يتحقق؟ شلون يحترمها؟ إذن مفهوم الأمن غائب عنه، مفهوم ملتوي ملتبس، مو هذا الحقيقي. مو نزل سيارات ولابسين مرقط ومناظر ما اعرف شنيه وشايل اسلحه امريكيه وركبها مرات وعبالك تخوف العالم وحققت الامن. لا، ما تحقق الامن ولا تتحقق السياده ولا الاستقلال. هذا يتحدثون عنه مظاهرات مقتدى الصدر والميليشيات وقطعون الطريق وما اعرف وين ويروحون، هاي ما تحقق. تحقق هاي الثوره عندما تجيب نظام وطني، عندما تجيب مشروع وطني، والحكومة الوطنية هي التي تجبر الآخرين على احترام سيادة البلد واستقلاله، هي اللي تجيب جيش وطني للبلد، جيش شعب وقوة أمنية تحمي البلد، والنظام هو الأساس، والمحاكم اللي يدخلها يعرف أنه العدالة إلى ثقة بالعدالة، ما يروح للعشيرة وما يروح لعصابات وجماعات حتى يأخذوا له حقه. الآن بالعراق انت اول ما يفكر المظلوم عندما يصاب باي، يذهب له العشيرته لو يذهب العصابه يعطيه فلوس حتى تاخذ له حقه، واذا يريد يعتدي على احد ايضا. بينما اذا كانت دوله موجوده ونظام وعداله والقانون هو الاساس، المواطن الى ثقه بالدوله، يروح يطرق باب المحكمه يقول لهم فلان من فلان بالساعه الفلانيه وتجيب له حقه لو يصير سابع بحر تجيب له اياه. هذا الفرق، هذا الفرق الكبير بين دولة وبين عصابة، بين تبني دولة وتبني أنظمة. لذلك هذه الأجهزة الأمنية الآن تتحزم بالأجهزة الأمنية كأنك تتحزم بالميليشيات، أنت لم تفعل شيئاً. ما هذه صار لها من 4 أشهر هي في محيط كل ساحات التظاهر. هل منعت الميليشيات؟ هل منعت العصابات من قتلكم؟ هل لم تمارس القتل بحقكم؟ ومن قتلكم؟ وذول القناصين منين؟ مين ذول أهل البدلات العسكرية اللي يضربك ويرقص؟ هل سمعنا في يوم من الأيام إنه طيب ولو كانت القوى الأمنية مثل ما يقولون ومقتدى يقول روح القوى الأمنية ونتعب؟ لو كانت قوى أمنية حقيقية لكانت تلقت القبض على كل جماعة القبعات الزرق، كلهم تلقى القبض عليهم. شنو؟ لأنه أول سؤال أنتم منو؟
احنا دوله واحنا حكومه واحنا جيش جيش الشعب مسؤوليه وجيش القوات الامنيه المفروض انتم منو احنا القوى الامنيه مال الحكومه نعم انتم منو ميليشيات لا نسمح بالميليشيات جيب هالميليشيا هم يقولون ما نسمح بالميليشيات يجب ان لوش جايين انتم شايلين العصي والسكاكين والمسدسات وتخشون وتجبرون الناس عليه على اساس شنو اللي يميزكم من يميزكم ما هي هالحقيقه ولو كان نظام سياسي مضبوط بالعراق كان يدز على مقتدى الصدر انت تطلع ميثاق وتجبر العالم عليه على شنو يابا انت منو من انت مقتدى الصدر خسر وانا انصحه وانصح كل جماعته انتم خسرتوا كان بعض كثير من الشعب ربما الى نظره اخرى عنكم خسرتوها الهاي ولن تعود الان دعا الى مليونيه الجمعه المقبله نعم يدعون الى مليونيات هذه ما اعرف يجوز اربعينيه هذا الإيراني القتل فهذه القضية غير شكل الآن دعوا قبلها إلى مليونية وطلعوا يهتفون ضد أمريكا هي هذا يعني رجعت السيادة ورجعت الاستقلال قضية غير شكل الآن أنتوا هذه النصيحة لهم أنتوا لو عراقيين وتلبسون الثوب الوطني وتنضمون لهذه الثورة والناس والغالبية العظمى من أتباعك ترى عراقيين فقراء ومصلحتهم مع هذه الثورة مصلحتهم مع أن يتحرر العراق أن يعود العراق مصلحتهم أن تنزال هذه العملية السياسية أن ينزال الفساد والخراب وتنزال هذه الأحزاب أنت مع من؟ مع جماهيرك لو ضد جماهيرك أنت ضد جماهيرك فارجع جماهيرك وارجع لوضعك وارجع لناسك أحسن من هذه القضية يوميا مهددهم ويوميا كاتب لهم ميثاق ويوميا يسوي لهم مظاهرة ويوميا مهددهم بالقبعات الزرق وباشر عقب يطلع لنا القبعات المدرشينية والمدرشينية قضية لا تنتهي هذه ستزيد حقد الناس عليك ستزيد الأكل من جرفك وبالتالي يعني سيضيق الحبل عليك ستضيق المساحة عليك ستختنق اترك ما وصوك به اترك تعهداتك للآخرين بأنك ستقضي على التظاهرات قلهم ما أقدر الآن قلهم ما أقدر وما راح تقدر وارجع الشعبك احسن لك مو ارجع بس يعني انت ما كنت ويا الشعب حتى ترجع لا انت كنت تلعب هذه اللعبه المزدوجه اتركها لهي اللعبه المزدوجه اما ان تختار انت مع الحكومه واعلنها بشكل واضح حالك حال الخزعلي هذه تسميهم الميليشيات الوقحه او ارجع للشعب واترك الحكومه على ذكر الخزعلي دكتور يعني صرح انه قال ان هناك اتفاقا على عدم اشراك الحشد او عدم تدخل الحشد في معركه اخراج القوات الامريكيه من العراق، اذا اين المقاومه التي والله ما اعرف يعني هذا المنطق الغريب العجيب انتم لعد ليش مشكلين هذا الحشد لوش؟ انتم تقولون احنا نقاوم بقوى الاستكبار العالمي اذا انت تريد تشرك العراقيين يصيرون وقود بمعركتك حتى تبقى قائد ميليشيا وميليشيتك يجب ان ما تشارك بهاي لان احنا ما نشاركهم، وين نشاركهم يعني باستعراضات بالشوارع على العراقيين وين فعلا؟ انت تحارب بهم العراقيين انت تقدر تدزهم بالليل يتخفون ويوقفون ما ادري بالزوايا ويختطفون العالم ويروحون لليبيا ويشلعون الابواب وياخذون الابن من حضن امه وياخذون الزوج من 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 حضن اطفاله وزوجته هذه الحقيقه. وتيتم الأطفال وتثكل الأم هاي حقيقة تقدرون هاي تقدرونها وتهددون وتزينون واحد بالمقلوب ويطلعوه حتى تضحكون العالم عليه وتينون كرامته هاي تقدرونها بسهولة وتقتلون الناس وذبوا بالمزابل هاي سويتوها كثير لكن ويحجون عن المقاومة شو كنت قاومتوا أنتوا ما المقاومين ذولاك راحوا الله يرحمهم قاوموا وقدموا زهرة شبابهم وحياتهم وعوائلهم واتهمتوهم بالارهاب قلتوا ذول ارهابيين الان هسه صرتوا مقاومه من شو وقت صرتوا مقاومه ما هي الكذبه حتى الوش. تحدث عن الحشد دكتور قال انه لا يمكن حله الا بفتوى لانه جاء بفتوى يا اخي حتى الفتوى فتوى مرجعيه النجف لم تقل شكلوا حشد قالت هاي الناس خلت تروح تتطوع ويا الجيش ويا القوى الامنيه وتقاوم الارهابيين ما قالت لهم روحوا شكلوا حشد وثانيا قالت لهم لمهمه انتهت المهمة حرب ما انتوا قلتوا ما سمي على الارهاب انتوا نعم. اصدرتوا بيانات قلتوا انتهينا من داعش وانتهينا من الارهاب نعم ما خلاص ما تحلوه الان اذا غايتكم من عنده غير شكل تريدوا تسووا حرس
ثوري عراقي مثل الحرس الثوري الإيراني، تحكمون العراق بالحديد والنار، وتأخذون أرصفة بالموانئ، وتأخذون مكاتب اقتصادية عندكم. أنا ما شايف إيش قضية أحزاب عندهم مكاتب اقتصادية تدخل بالمقاولات وتدخل بالعقود، ويجب أن تكون لها حصة بكل شيء، ولها حصص بالنفط، ولها حصص بالتجارة، ولها حصص. هذه مو دولة داخل دولة، دول داخل دولة، وبالتالي ماكو دولة، عصابات كلها ومافيات، والمواطن من يدفع. ويلومون الشعب ليش طلع التظاهرات، ليش ليش قاعد بالشارع صار لك 14 تامرون عليه يريد يقتلوه، ومقتدى الصدر يوم يطلع له 18 ما اعرف شنو. عيب هذا الكلام. وصلنا الى مرحله انت تتعامل مع شعب العراق، هذا الشعب من اجمل شعوب الدنيا، واكثرهم ذكاء ووعي وقدره، واكثرهم انظلم، اكثرهم تعب، لكن مع ذلك يقاوم واقف وقادر ان ينهض ببلده مره اخرى. انطوه فرصه، وبالتالي انتم ما تقدرون، هذه موجته الكبيره ما تقدرون تقاوموها. الى متى انتم كل هذا الموضوع تزيدون اعداد الضحايا، تزيدون كره الناس لكم، تزيدون الحقد عليكم. هذا دلاب الدم يجب ان يتوقف. يكفي يكفي احقاد، يكفي انتقام. انهزموا، تركوا البلد وطلعوا، سلموا نفسكم للسلطات. ما خلاص انتهت القضيه، انتهت. 17 سنه تجربه بائسه، تجربه حقيره، تجربه مذله للعراقيين، للشيعة وللسنة وللأكراد ولليزيدين والمسيحيين والإسلام والصابئة ولكل كل مجاميع العراق اللي هم قالوا جينا من أجلهم، وقسموا البلد إلى مكونات، وهذا شيعي وذاك سني وهذا كردي وهذا المكون الأعلى وهذا قضايا غريبة عجيبة لم يسمع بها أهل العراق ولم يكن يفكروا بها. وصلت الناس إلى مزقت المجتمع، فرقت الأب عن ابنه والابن عن زوجته، وفرقت الناس، فرقت العشائر، وفرقت الدنيا كلها. كافي دكتور. في آخر دقيقتين كلمة توجهها للمتظاهرين في ساحات العراق، لا سيما بعد إعلان الصدر أنه دعا أنصاره أو ما تسمى القبعة الزرق وأنصاره إلى الخروج في الجمعة المقبل، فكيف سيتعامل المتظاهرون مع ذلك؟ المتظاهرون جميعا من واحد تشرين لحد الان عندهم هدف، والرؤيه واضحه عندهم، وسلميتهم واضحه، وتوجهاتهم واضحه، وطنيتهم واضحه، لا يحتاجون الى النصح. هم يعرفون طريقهم، ولديهم عقول تفكر ورؤيه ثاقبه، وهم يعطون دروس للاخرين بالوطنيه والخلق والتفكير. حقيقه يعني العراق يفخر بهم، حتى من كانوا يشكون في العراق الان بدوا، حتى من كان يستحي أن يقول أنا عراقي بسبب هؤلاء، بسبب تضحياتهم، بسبب موقفهم، بسبب رجولتهم، بسبب هذه المواقف النبيلة والتضحيات الكبيرة، بدأ يعني يتمنى في أي مكان يقول أنا عراقي، أنتمي لهؤلاء، الانتماء لهم شرف. فهم عارفين طريقهم. أما الآخرين فهذه يعني سيبقون على هذا الحال إلى أن يسقطوا جميعا، وسيسقطون. هذا الثورة ما يعني تقدم تضحياتها، نعم تعاني، وعانوا من التعب ومن الأذى، وتقدموا التضحيات، وسيقدمون أكبر، لكن ذاهبين إلى أطول الثورات. نعم لكن ذاهبين إلى أهدافهم، وسيحصلون أهدافهم. حقيقة مهما تآمر البعض، مهما لعبوا، بالتالي النتيجة ستعود إلى الشعب، وهذه الشعوب، هذا التاريخ كله، خلي يقرؤون التاريخ. بالتالي الشعوب هي من تأخذ حقها وستأخذ حقها. ويعني نصيحة للجميع، لا تعمقون الجراح أكثر، لا تخلون الأحقاد أكثر، خلوا هذا الشعب، ما هذا اللي تقتله راح تصير الأحقاد والدماء هذه. ومع ذلك ذولا متسامحين وقلوبهم مفتوحة لكم وعقولهم مفتوحة لكم، يريدون يبنون العراق من أجل العراق. فاطوهم فرصة واطلعوا، كافي. 17 سنة سرقتوا، نهبتوا، قتلتوا. تجربتكم رثة، تجربة شاذة، تجربة لا غير مقبولة، ولا تستطيعون لا خلقيا لا سياسيا لا اجتماعيا لا اقتصاديا، بكل الاتجاهات كانت خطأ، خطأ كبير. ومن ينتبه إلى تجربتكم يجد أنه أنتم جئتوا لتدمير العراق حقيقة، ليس لإنقاذ العراق، والشعب العراقي يعرف هذه الحقيقة. شكرا جزيلا لك دكتور رافع الفلاحي، كاتب والباحث السياسي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.